ما عاد في عذر. صفوة المهدف كنت أعلن لهم شمال وشرق الرياض. الحين في شارع الستين مرة خصوماتهم توصل إلى 59%. خلينا نشوف إيش عندهم. موتد. طبعاً اللي بيجي اليوم الكشفية مجاناً. تعال عند الدكتور اكشف مجاناً لين الساعة 11. هذا واحد. عندهم أفضل شيء. شوف إحنا ابتسامة هوليود شو مسويها اسمه فهد. كل 6 شهور عندكم تنظيف مجاني. تعال نظف بلاش لا تدفعون لها واحدة. طاح منك سن مجانا إعادة مجانا. فهمتوا وش طبعا العروض؟ وش العروض اللي عندك يا دكتور؟ عندنا العروض تركيبات على التبييض على التنظيف على الحشوات التجميلية على الأعصاب زراعة الأسنان الجراحة العامة جراحة الرأس العقل. كل الخدمات موجودة حتى التقويم موجود عندنا في المركز. كل هاي الخدمات موجودة في مركز طب أسنان. إيه اللي حولك اللي في شارع الستين يجي يكشف شو وراك شوف ضروسك. تعال طلع مسلك شوف مجانا لا تدفع ريال واحد. ضروسك تحس فيها ها تعال شوف إيش سالفتها ببلاش. يعني عرض مرة قوي. المهم بعض الحالات اللي سووها في المركز هنا هذه الحالة شوفوا شلون شوفوا الفرق. وفي حالة ثانية لهذا خصمينا شوف الحالة هذه شفت شلون. يلا بحط صورة ثابتة ترفع الشاشة اللي يبغى يجي للموقع. طبعا الواضح شارع 60. يعطيكم العافية دكتور. الله يعافيك. شكرا. اللي بيجي يلا ترى كشفية مجانا. مسوي ابتسامة بس فرع مسوي ابتسامة فرعكم اللي في الشمال. نعم. بيني وبينك يوم فتحته عندي في شارع 60 ريحتوني عادي اجي ملفي هنا. نعم تحسن. ما في مشكلة. ما في أي مشكلة. ولا تقولوا لي طب إذا كان عندي مبالغ هناك. حتى المبالغ هناك كلها كاملة بتتحول الفرع الأساسي الثاني عادي. الله يعطيك العافية. شكرا. طبعا بحط صورتك. يلا قبل انت استعتري. تشعر انت مخلص. شكرا دكتور. ماتوا إلى 59%. بسم الله. ماتوا إلى 59%. بسم الله.